11/2013 مدينة الرستم وأطفال هذه المدينة الذين نسوا مدارسهم وعادوا إلى حمل السلاح. الله يعطيك العافية يا عمو. شلونكم؟ ما شاء الله مجموعة صايرين أنتو. شو مجموعة مين أنتو؟ مجموعة مدارس القدالة. طيب شو عم تعملوا هون يا عمو؟ عم تتدربوا؟ عم نتدرب عشان بس نكبر نحرر كتلة المدرسة. شو السلاح اللي معكم هذا؟ شايف يعني هاي ناصف روسية بقذف وفر. هاي مين عملها هاي؟ هاي لقيناها بالرستم. وهذا شايف انت هذا السلاح حقيقي معكم؟ هذا لقيناه بالرستم. شغال هذا الفرد؟ ايه. طيب شو بتتمنوا انتم يا عمو بس تكبروا؟ احنا نتمنى انكم نحرر الحواجز عن الحواجز اللي نجوا نعمل كبير. طيب ومدارسكم يا عمو؟ مدارسنا قدمناها بالشغل بالشغل قدمناها بالشغل قدمناها بالشغل قدمناها. طيب الدور كمان معانا. طيب احكوا لي على الوضع برستان، شو الوضع برستان؟ شو الاطفال اللي مثلكم شلون عايشين؟ عم يزتوا علينا كيماوي ويموتوا عم يزتوا علينا كيماوي ويموتوا عم يزتوا عم يقوصوا علينا بس اختي صابت وصاب جت قذيفه هون صار صابنا كمان صابتها؟ اجرين هون اجرين يا عمو؟ الحمد لله على السلامة يا عمو. كانت متصاوب وعم تلعب كمان؟ ايش بدنا نسوي؟ طيب شو بتتمنوا انتم؟ شو عندكم هيك؟ احنا عندنا سلاح وعندنا مقرات وعندنا رشاشات. انتم عم تتدربوا مجموعات لحالكم هيك بالحارة؟ عم نتدرب مجموعات لحالنا عشان بس نكون نحرك كثير. طيب شو محتاجين بالرستان؟ شو متطلباتكم؟ شو ناقصكم بالرستان انتم يا عمو؟ ناقصنا اكل ومي ويسقط بالشمس ويسقط بالشمس. ان شاء الله قريب يا عمو. الله يعطيكم العافيه. مدينه الرستان 5/11/2016 واطفال هذه المدينه الذين تركوا المدارس